السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال البولينوم على الموقع www.exomaru.com. اليوم نشوفوا واحد ديفينيسيون ضروريه في البولينوم اننا نعرفوها. قلنا دو كو بي اي ان بولينوم كما كنشوفوا هنايا هذا البولينوم هذا اللي سميناه بي اي ايريديكتيب. فوقاش كنقولوا ان هذا البولينوم ايريديكتيب سي بور توت كي واحد البولينوم اخرى كما كانت هاد كي هادي يعني انها ديفيزيون كديفيزيون هاد بي هاد البولينوم هاد اللي قلنا انها ايريديكتيبل. الوغ الى تحققوا هاد لو كونديسيون سوا كي هاد اللي كيقسم لنا بي كان كونستانت بولينوم كونستانت ولا سوا كانت هاد لاندا هادا الى اكزيست واحد لاندا ابارتون كنجمع يعني انها كونستانت طول كو كي ايغال لاندا في بي يعني تحققت هاد لو كونديسيون كنقولوا انها ايريديكتيبل سي سامبل. الوغ بالنسبه لغيديكتيبل وهي الى تحقق هاد لو كونديسيون ديالنا الى كانت بي اي غيديكتيبل سي بي ايغال جوج بولينوم كتساوي بولينوم فوا بولينوم افيك هادو اي ان بولينوم كما كنقولوا افيك لا دوغري دو ا اي انفيريور ا ان سوبيريور ا ان فوا اي لا دوغري دو بي اي سوبيريور ا ان سي تري بيان. تحققوا هاد لو كونديسيون كنقولوا انها غيديكتيب. ندير واحد بيت اكزومبل باش اننا نفهموا مزيان هاد التمرين هذا سي فاسيل اكزومبل. الوغ بالنسبه لاكزومبل نشوفوا اكزومبل الاول اش كيقول اكس او كاري موان 1 اكس او كاري موان 1 كما كنلاحظوا اننا نقدروا نكتبوه على شكل اكس متطابقه هما موان 1 على اكس بلس 1 بلوس يعني نقدروا نرفعوا هذا او كاري وتعطينا متطابقه هما ونديروا على شكل اكس موان 1 على اكس بلوس 1 يعني هذا الشكل هذا كما كنشوفوا هو ا هذا هو ا وهذا هو بي يعني دو بولينوم ا فوا بي اون دو بولينوم ابارتون هكا يعني بولينوم لا دوغري ديال ا هنايا عندنا انه واحد يعني اكبر او يساوي واحد يعني تحققت لو كونديسيون ولا دوغري دو بي اكبر من واحد يعني هذا اي غيديكتيبل غيدي ريديكتيبل. الوغ دابا نشوفو شي اكزومبل يكون اي ريديكتيبل. اكزومبل بحال اكس او كاري زائد هنا واحد. الوغ هنا الى بغينا نجبدو القيمة ديال اكس باش نشوفو لو غاسيون هنا غاسين ديالها عفوا كنديرو نجبدو يعني اكس بلس ان ايكال زيرو خاصها تساوي لنا زيرو يعني اكس او كاري ايكال موان زان وهادي امبوسيبل لان اكس او كاري امبوسيبل تكون موان زان يعني ان هاد الكتابة هادي كما كنشوفو انها ايريديكتيبل صافي ايريديكتيبل يعني ان هذا ايريديكتيبل ريديكتيبل دون ايري نكتبو هنايا ريديكتيبل دون نكتبو هنايا دون ال صافي دون ال. علاش كتبنا دون ان؟ لان دون واحد المجموعه سيكس مجموعه كومبلكس هادي راه كتقول لي غيديكتيبل في المجموعه هذاك في المجموعه اس لان هادي راه غيديكتيبل دون غيديكتيبل دون ان. حنا دابا كنهضروا دون ان ماشي دون شي مجموعه اخرى ان. بالنسبه لهاد ليكزومبل نشوفو دون هذاك اكس او كاري زائد واحد شحال كتساوي لنا؟ عندنا ان دون شوفو سي لو كومبلكس شحال كتساوي لنا اي اي او كاري اي او كاري كنعرفو انها كتساوي لنا ناقص واحد متفق معايا اي او كاري كتساوي لنا هنا زائد اي او كاري كتساوي لنا ناقص واحد يعني الا بغينا نعوضوها هنايا يعني شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا اكس او كاري ناقص اي او كاري. نقدرو نديرو دابا نقدرو ندير متطابقة هما اكس على اكس بلس بلس اي صافي يعني ان هذا اكس موان اي عامل على اكس بلس اي يعني هذا كيتكتب على شكل كما كنشوفو على شكل ا في بي و ا اون بولينوم و بي اون بولينوم ولا دوغري دو ا عندنا هنا دوغري ديال هذا ايكال واحد يعني اكبر يساوي واحد وحتى هذا اكبر يساوي واحد يعني هذا اي غيديكتيبل غيديكتيبل دون ماشي ال دون صافي كومبلكس نمبر كومبلكس صافي لان قلنا لان هذا كيحقق لنا لو كونديسيون اللي قلنا هنا ديال غيديكتيف. نشوفوا شي كونديسيون يقدر يكون انه يقدر انه يكون واحد بحال شي مثال يكون انه غيديكتيبل في ار وغيديكتيبل في دي بجوج. نشوفوا شي اكزومبل يكون
شي واحد يكون عادي بحال هكا. شنو نشوفو اكس اكس بلس ان، نشوفو اكس بلس ان، اكس بلس ان اي بجوج هي اي اي ايريديكتيبل ايريديكتيبل دون دون ار يا اي دون ار اي دون سي. علاش؟ لان هذا دون ار كما كنشوفو نقدر نعوضو اكس بناقص واحد عندنا صفر، ونقدروا نعوضو هنايا باكس كتساوي لنا ناقص اي هنا اي او كاري، يعني ان اكس هنايا نقدروا نعوضوها باي او كاري وتعطينا الصفر، يعني انها ايريديكتيبل في ار او في سي. سي تري بيان، نتمنى انكم فهمتوا هذا ليكزومبل، فهمتوا شكون هي ريديكتيبل وشكون هي ايريديكتيبل. سي فاسيل، ساهله بزاف. نشوف البارتي الثانيه نشوف واشنو كتقول بالنسبه لهاد البارتي هذا. نشوفوا الديفينيسيون اش كانوا كتقول لنا التيوريم. قالت لك لو بولينوم، لو بولينوم ايريديكتيبل بعدا راه ايريديكتيبل، واحد بولينوم ايريديكتيبل دون ار، اما جوج كتكون جوج حوايج، اما ديك البولينوم عندها دوغري ان، اما هاد البولينوم دو دوغري دو وعندها دلتا سالب، صافي ستريكتومون نيجاتيف صافي. دلتا هو بي اس اثنان ناقص اربعة اس. بالنسبة لهاد دو دوغري ان راه حتى كدير له فاكتوريزي، ماشي كتقول انها بولينوم تلقاها دو دوغري خمسة وتقول نو نو فانها ريديكتيبل، لا راه حتى كدير لها لو فاكتوريزي، يعني كتكتبها على شكل هكا، حتى كتكتب البولينوم حتى كدير لها فاكتوريزي كتكتبها على شكل بحال هكا. ها لندا واحد 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 كونستونت على اكس ناقص ناقص اكزومبل واحد الغاسين واحد واحد الغاسين عندنا واحد الغاسين ا عندك هذا كيتسمى هذا غاسين وهذا كذا كيتسمى الملتيبليسيتي، الملتيبليسيتي ديالو هذا غاسين كيتسميو كا ا حتى هو فوا فوا هذا فوا نفس الحاجه اكس ناقص الفا 2 على واحد الملتيبليسيتي ا 2 اكسيتيغا حتى اخر كونديسيون. اخر كونديسيون خاصو يكون حتى هو على على شكل اكس موان الفا. هنايا نديرو اكزومبل اس ار بحال هكا على كا اس ار صافي، يعني انه يتكتب على شكل هكا. كنشوفو الداخل ديال هاد ديال هادو نشوفو واش واش دو دوغري ان، كيما كنشوفو ان اكس اس ان يعني انه دو دوغري ان، دونك هذا انه دو دوغري ان، هذا بولينوم دو دوغري ان بالنسبه حيت كندير له فاكتوريز. بالنسبه لاكزومبل دو دوغري دو كيكون على شكل حتى هو على شكل هكا، يقدر يكون على شكل هكا، كيكون عندنا لامدا في اكس ناقص الفا ان على كا، كيكون على حتى هو على شكل هاد الكتابه اكس لا الفا دو لا كا دو اكسيتيغا حتى اكس ناقص الفا ار على اكس ار، وهنا كيكون فوا عاوتاني فوا واحد واحد البولينوم كيو كيو ان نقولوها كيو ان دو دوغري عندك هنا بيتا فوا واحد كيو حتى لكيو ار فوا بي دو ار بيتا دو ار، يعني ان هاد كيو هذا كيكون على شكل دو دوغري دو، يعني يقدر يكون على شكل اكس او كاري زائد اكس زائد واحد دو دوغري دو، يعني اننا كنقولوا انها ندير واحد اكزومبل باش نفهموه مزيان. نديرو اكزومبل بالنسبه لهاد البولينوم الاول، يعني انه دو دوغري ان بالنسبه لهاد البولينوم هذا واحد الشيء مزيان. بالنسبه لهاد البولينوم الاول اكزومبل بحال خمسة خمسة اكس ناقص واحد اس ثلاثة على اكس ناقص جوج او كاري، هنا دو دوغري ان كيما كنشوفو ان اكس ناقص واحد دوغري ان اكس ناقص دو دوغري ان، هذا دو دوغري ان يعني بولينوم دو دوغري ان، يعني انه يقدر يكون يقدر يكون ايريديكتيبل. علاش؟ لان قلنا اننا لو بولينوم ايريديكتيبل دون ان، يعني واحد البولينوم ايريديكتيبل يقدر يكون بولينوم دو دوغري ان، يعني غادي يكون الا كان ايريديكتيبل غادي يكون بولينوم دوغري ان ودوغري دو، اما الا كان بولينوم دوغري دو ولا دوغري ان راه ماشي ماشي اكسيتيرا غادي يكون عاوتاني هذاك ايريديكتيبل صافي. لان عندنا هنايا بحال هكا لو بولينوم دو دوغري ان، ماشي يعني انه اللي لقيتيه بولون دو دوغري ان تقول له انه ايريديكتيبل دون سي، لا حيت تلقى واحد واحد البولينوم انها 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 ايريديكتيبل دون سي كتقول له اون اون لو دوغري دو،
يعني ان هذا البولينوم اكسيتيرا ان هاف تو دوغري. بالنسبه عندنا لدوغري 2 يعني هذا المثال الجوش يقدر يتكتب على شكل 5 اكس ناقص 1 بحال هكا 3 اكس ناقص 2 او كاري فوا. هنا يقدر يتكتب على شكل بولينوم بحال قلتي اكس او كاري زائد 1 اكزومبل ياك اس 2 بحال هكا. ويقدر يتكتب حتى في اكس او كاري زائد اكس زائد 1 يقدر يتكتب على هذا الشكل هذا. فتسمى في 2 دوغري 2 كما كتشوفوا واحد البولينوم 2 دوغري 2. نتمنى انكم فهمتوا المقصود ب 2 دوغري 1 و 2 دوغري 2. نشوفوا دابا لو بولينوم ايريديكتيبل دون سي. يعني اذا كانت واحد البولينوم ايريديكتيبل دون سي فانها اكسيتيرا فانها 100% انها بولينوم 2 دوغري 1 صافي. وإلا كانت بولينوم ايريديكتيبل دون اي 100% انها اما دوغري 1 ولا بولينوم دو دوغري 2 حيث دلتا هذه كنحسبوا دلتا كنلقاوها انها نيجاتيف. عاد كتقول انها خاصها تكون نيجاتيف وخاصها تكون دوغري 2 عاد كنقولوا انها تكون ايريديكتيبل. يعني ايريديكتيبل تكون هذوك الكونديسيون اللي عندنا هنايا. نتمنى انكم فهمتوا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه لو بولينوم.